هل ما يقع للفرد في حياته وما يصدر عنه من أفعال مصدره الوحيد هو اختياراته، أم أن كل شيء يحدث بقدر وقضاء، أم أن الإنسان مخير في أمور ومسير في أخرى؟ نرجو منكم التوضيح. إن من أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا الإيمان في الإجمال مهم جدا لطمأنة الإنسان بأن هذا الإنسان مكلوء بالعناية الإلهية وبالعلم الإلهي وليس موكولا إلى نفسه. هذه قضية أساس، والإيمان بالقضاء والقدر جزء من إيمان هذه الأمة. وهذا القضاء والقدر شيء أكيد في علم الله، ولكن الإنسان مطلوب منه أن يبتغي الخير وأن يطلب الخير وأن يفكر وأن يسعى فيه. وحينما يسعى إلى فعل شيء لا يكون في علمه إن كان ما سيقدم عليه هو شيء مما كتب الله له، أي حينما يقدم الإنسان لا يعرف بالضبط ماذا كتب الله عليه. المكتوب أو المعلوم من علم الله تعالى موجود، والعلم كما يقال لا يقتضي التأثير، ولكن الإنسان مكلف بأن يبتغي الخير وأن يسعى إليه، ويعلم حينما يسعى إلى الخير أنه يسعى إليه. فالمعروف بأن كل ما دعت إليه الشريعة هو من الخير الذي ليس بإمكان الإنسان أن يتركه تعويلا على أن الله كتب عليه شيء آخر، لأنه في الأصل لا يرى ما كتبه الله، بل الإنسان لا يعرف ما كتبه الله له أو عليه إلا بعد أن يقع. فالإنسان في هذه الدرجة يجب عليه أن يبتغي الخير وأن يسعى إلى الخير، وأن لا يكون سلبيا فيترك الحركة والتدبير، لأن ما كتبه الله عليه هو شيء لا يطلع عليه في تلك اللحظة، والله أعلم.